دائما احنا الطموح ديالنا دائما ما كيوقفش، دائما الطموح ديالنا نديروا واحد الفريق اللي يكون تنافسي، فريق اللي تنافس على البطولات، على الاقل نكونوا في المراتب الاولى، فريق اللي عنده جمهور كبير، جمهور متعطش، جمهور اللي باغي حتى هو الالقاب، باغي حتى هو يعني فريق عيب وعار انه عنده جمهور كبير وما يكونش حتى هو كيتنافس على البطوله. دونك اولمبيك اسفي حنا جاهزين ان شاء الله في التنافس، وعندنا فريق في المستوى. المقابله ديال اليوم كانت مقابله اللي هي صعيبه بزاف، لان فريق اولمبيك خريبكا كيعاني بزاف من عدد من المقابلات اللي ما توفقش فيهم. دونك كان المقابله كانت صعيبه، وفعلا فريق اولمبيك اسفي قام بواحد المقابله اللي هي مزيانه، ضيع العديد ديال الفرص اللي كان يخرج اكثر من 1-0. دونك هذه هي كره القدم، ونتمنوا ان شاء الله الفريق اولمبيك خريبكا التوفيق ان شاء الله في ما تبقى من الدوري المغربي. كاين شي انتدابات ديال الفريق؟ ضروري غادي يكون انتدابات ان شاء الله. الاسماء اللي ممكن لحد الان باقي ما كونفيرمناش انتدابات، ولكن ضروري غادي يكونوا تقريبا ما بين 3 و4 انتدابات ان شاء الله. خصوصا داك التحقيق ديال داك الشيء بيد القضاء، انا ما نقدر نقول فيه والو، لسرية القضاء وانا ما نقدر نقول والو في داك الشيء. الامور غدا مزيان؟ الله اعلم، القضاء اللي غيقول الكلمه ديالو الاولى والاخيره ان شاء الله. شكرا.